مرحبا فيكم أصدقائي بحلقة جديدة على قناتي حكم، بتمنى منكم الاشتراك وتفعيل زر الجرس. بداية يا أصدقاء، الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى، وأتمنى دعوتكم للشعب الفلسطيني. طبعا أنا أطلق هذا الفيديو من بقعة مقدسة فلسطينية مقدسية، أتمنى فعلا مشاركته لحتى تعمل فائدة للجميع. ودعوتكم فقط للشعب الفلسطيني، الشعب الأبي اللي قدم تضحيات لحتى يحصل على أقل الحقوق. بداية يا أصدقاء، هذه حلقة تكتيكية للحصول على سعر نقرة مرتفع من جوجل أدسنس، وأعتقد أن 99% ما في قناة قدمت حلقة مماثلة أو مشابهة للي راح أقدم لك إياه في هذه الحلقة. تابعوا معي. في البداية يا أصدقاء، إحنا بنعرف أن سعر نقرة جوجل أدسنس تعتمد على الكوكيز، أيضا تعتمد على مكان زيارة الشخص لهذا الإعلان. بداية أصدقاء، لو أجينا على هذا الموقع، هذا موقع إلكتروني طبعا في مقالات مشكلة. لحتى تحصل على سعر نقرة صحيح، واجب أنك تختار نيتش معين فعلا، يعني نيتش يكون جالب زيارات، وضمن هذا النيتش تختار كلمات مفتاحية سعر نقرتها مرتفع لحتى تحصل على نقرة مرتفعة. بداية أصدقاء، لو أجينا على موقع سيمرش، طبعا سيمرش يعطيك إحصائيات عادية لكن في ميزات مقبولة نوعا ما. جينا على الترجمة وأجينا على كلمة محاماة، جميعنا بنعرف أن كلمة محاماة سعر نقرتها مرتفع جدا، أو محامي بالطريقة هاي. وأجينا على موقع سيمرش، لو أجينا على اللي هي كيوردس وبحثنا عن كلمة محاماة، فإحنا راح نشوف إن سعر نقرة المحاماة مرتفع جدا جدا، يعني أنت تستحيل إنك تحصل على سعر نقرة بالشكل هذا إلا إذا موقعك اتصدر كلمات مفتاحية عالية. لو أجينا على ضغطنا على السي بي سي، راح نشوف سعر نقرة مرتفع جدا، يعني سعر النقرة 676 يورو كلمة مفتاحية هاي. لو أخذنا كلمة مفتاحية هاي وبحثنا عنها في محرك البحث جوجل، راح نلاقي كم مرعب طلب عليها مثل ما أنتم شايفين. هذه الكلمة المفتاحية 636، لو بحثنا عنها في محرك البحث أيضا جوجل راح نشوف هذا الموقع متصدر، هذا الموقع متصدر بكم مرعب. طبعا هذا موقع محاماة مثل ما أنتم شايفين، هذا موقع محاماة متصدر محركات البحث بكلمات مفتاحية مرتفعة جدا جدا. طيب احنا ما علينا، نيجي نفتح بشكل مبسط ملف بسيط بالطريقة هاي، تمام يا اصدقاء، ونيجي على سيمرش ناخذ اول كلمة مفتاحية ونلصقها، وناخذ ثاني كلمة مفتاحية ان كان محاماة ان كان بتكوين ان كان اي اشي انت، يعني التنسيق اللي حابب تستخدمه في داخل موقعك. ناخذ هذه كمان وناخذ الكلمة المفتاحية الرابعة. آلية العمل بالطريقة هذه، أنا طبعا راح أستخدم برنامج فرفر، راح أشغل برنامج فرفر أمامكم وأعمل الإعدادات الصحيحة والحقية. أنا اخترت هذول الكلمات المفتاحية عشان تحصل على سعر نقرة محترم، وأيضا عدم حذف النقرة. في ثغرة أمنية حصلت إنك تقدر تعرض إعلاناتك في مواقع أخرى، إعلانات جوجل أدسنس في أي موقع آخر، تمام؟ للعلم يا إخوان، بعد تطوير جوجل أدسنس والأحداث اللي حصلت بالفترة الأخيرة من تطويرات وهيكلة جوجل أدسنس، أصبحت هذه الطريقة تسبب إما تقييد أو عدم احتساب النقرات.
تقييد أو عدم احتساب النقرات، هذه للتنويه. نيجي على الكلمة بحث جوجل ونضع الكلمات المفتاحية هاي بالطريقة هاي. الآن لحتى تعمل الإعدادات بالشكل الصحيح بتيجي على البروكسي، تختار بروكسيات. بدنا نختار بروكسيات، طبعا أنا الموقع اللي ميزته في اختيار البروكسيات أي موقع أنت بتحب. طبعا نيجي على هذا الحساب ونختار بروكسيات، سجل دخول بالحساب، طبعا بالطريقة هذه مستحيل يتم حذف النقرة إلا إذا كان في مشكلة في حسابك. أنا بدي أختار من أمريكا، نختار كم آي بي من أمريكا، هاي أول آي بي. طبعا أنا أول مرة بشرح في بث مباشر الطريقة هذه، هاي ثاني آي بي، هاي ثالث آي بي، وهي كمان آي بي، أربع آي بيات من أمريكا أو حسب الطلب اللي أنت بدك إياه. نختار أستراليا، هذه أستراليا، نختار أول آي بي، ثاني آي بي، ثالث آي بي، أي موقع يقدم آي بيات بالطريقة اللي أنت بدك إياها. طبعا أي أول آي بي، وهي كمان آي بي، وهان كمان آي بي، وهي كمان آي بي. اخترنا أستراليا. نيجي على كندا، طبعا هذه الطريقة لحد اليوم في كثير ناس تستخدمها ومو حاصل لا على تقييد ولا على حظر، مجرد ما حصلت على بعض الزيارات عندك على الموقع. طبعا شوفوا الطريقة اللي راح استخدمها واستخدموها انتو لحتى تحصلوا على كم ارباح ممتاز جدا. اخترنا استراليا، امريكا، كندا، وهي كمان اي بي. طيب الان انسخ الاي بيات اللي قمت باختيارها واتوجه على برنامج فرفر، اختار الاي بيات بالطريقة هاي واضع هان سكان بالطريقة هاي، بروكسي وسكن. تمام، اجي على الاعدادات، هنا اختار 9000 دقيقة بالشكل هذا، هنا اختار بروكسي سكن، هنا اختار سكن 5. تمام، واضع صح اسفل هان. تمام، نيجي نطبق باقي الاعدادات، اضغط على كلمة صح على هي كونكتر او كنترول، اسف. اليوزرات، طبعا راح نختار اليوزرات من اي موقع يوزرات. ثواني، انا عندي حساب جاهز لكن راح اغير البروكسيات، واجي ارجع اختار الكلمات المفتاحية هان، كلمات البحث بالطريقة هاي. تمام، الان هان يعطيك عدد المتصفحات، في ناس تختار 2 على قوة جهازها، في ناس تختار 3، في ناس تختار 5، في ناس تختار 6، حسب انت شو بدك. انا راح اختار متصفح 1 واشغل. راح يقوم بشكل اوتوماتيكي ببحث عن الكلمة المفتاحية اللي انا طلبتها. طبعا سعر النقرة هذه مرتفع جدا. اول شغلة بقوم فيها بفتح 3 متصفحات من الكلمة المفتاحية اللي اخترتها انا. تمام، بالطريقة هاي. الان انا راح اكون عامل مقال عن المحاماة، تمام، ومتأرشف هذا المقال في جوجل. راح اخذ المقال هذا واعمل US 7B، رابط المقال تاعك US بالطريقة هذه. هاي فتحنا الملفات هذه بالطريقة هان.
على أساس الكوكيز وأنت يعني جالس على جهازك بكل سهولة. نبحث عن الموقع تاعي، هاي الموقع تاعي بدأ يعرض إعلانات، تمام؟ ما أستخدم موقع غير موقع الرئيسي، حاصل على بعض الزيارات أستخدمه شخصي، لأن لو استخدمت موقع آخر راح يتم إما عدم احتساب الأرباح أو تقييد الأرباح أو حصولك على تقييد. نفتح صفحة المحاماة هذه، أوتوماتيكي راح يبدأ يعرض لي إعلانات سعر نقرة مرتفع جدا. فأنا بالطريقة هذه راح أعتمد أفتح أكثر من 50 صفحة لحتى يكون في عندي حجم زيارات مواقي للإعلان، يعني نقرة الإعلان على 50 صفحة أو 40 صفحة أو 30 صفحة. أنا فتحت هاي جميع الصفحات، هاي الإعلانات ظاهرة بالشكل اللي أنتوا شايفينه. طبعا مثل ما أنتوا شايفين هذا سعر نقرة أو سعر العرض اللي وضع الإعلان، فسعر العرض 1050 دولار، يعني هذا الإعلان مرتفع جدا، تمام؟ مثل ما أنتوا شايفين هذه الإعلانات، وهي إعلانات نقود أيضا. فأنا بيجي بشكل مبسط بدور على إعلان بيك ناو، إعلان مرتفع جدا مثل ما أنتوا شايفين، هذه إعلانات مرتفعة جدا راح تبدأ بعد مدة تقريب الدقيقتين بظهور إعلانات المحاماة اللي هي سعر نقرتها مرتفع جدا. لو أجينا عملنا تحديث أو أوتوماتيكي راح يعمل تحديث للصفحات وتغير الإعلانات اللي موجودة. بدأ بتغيير الإعلانات، طبعا هذا إعلان لكندا 1988، أنا داخل من آي بي كندا، أضغط على الإعلان. طبعا هذا إعلان اللي هو إعلان تخوت وشغلات زي هيك، وهذا إعلان بيك ناو مرتفع جدا، أضغط عليه. أنا عملت نقرتين الآن، يسجل هو فترة 90 ثانية. هذا إعلان أتجنب الكوكيز داخل الرابط، وهذا كمان إعلان مرتفع جدا أتجنب الكوكيز داخل الرابط اللي موجود لحتى يختفي الكوكيز. اختفى الكوكيز. بالطريقة هذه راح تكون عملية احتساب النقرات حقيقية صحيحة. وأنا أتمنى فعلا يا أصدقاء، أتمنى فعلا إزالة أكواد جوجل أدسنس من أي موقع غير مقبول. موقعك مقبول، احصل على زيارات من محرك البحث جوجل واشتغل على الطريقة هذه. هذه الطريقة أكثر إشي مضمونة في محرك البحث أو في احتساب النقرات، في احتساب نقرات جوجل أدسنس. مثل ما أنتوا شايفين الآن هو أوتوماتيكي يقوم بإغلاق المتصفح ويفتح متصفح جديد. طبعا برنامج فرفر موجود عند الجميع، لكل من تابع صفحتي عارف أن برنامج فرفر متوفر. هذه الإعدادات الجديدة طبعا قررت أن أطبق لكم إياها بشكل عملي لحتى تعمل فائدة للجميع. الحلقة الآتية راح أفرجيكم كم سعر النقرة راح يكون مرتفع جدا جدا، لكن الأمور خليها تكون سلسة للجميع. مثل ما أنتوا شايفين أتصفح بكل أريحية احتساب النقرة، ما في أي مشكلة. الآن لنفرض أن موقعك كان عن تحميل، أو موقعك اخترت نتش أنت سعر نقرة منخفض لكن كم الزيارات عليه مرعب، تقدر تضع في الأسفل بعض الكلمات المفتاحية عن المحاماة أو البيتكوين أو الذهب الأبيض أو أي إشي سعر نقرة مرتفع، وتعمل بآلية أو بالطريقة هذه لحتى تحصل على سعر نقرة فعلا مرتفع. مثل ما أنتوا شايفين الشبنة، وطبعا سعر نقرتها منخفضة جدا جدا،
لكن في بعض الحالات يكون سعر نقلة الشبنة مرتفعة. طبعا هان عندي قسم تسويق عبر البريد، نشوف التسويق عبر البريد. مثل ما انتم شايفين، اتمنى التوفيق لكم، واتمنى منكم الدعوة للشعب الفلسطيني، واتمنى مشاركة الحلقة لحتى تعمل فائدة للجميع، واسعد الله اوقاتكم الطيبة ويسعد مساكم الطيب.